مرحبا، أنا اسمي حنيفة، عمري 11 سنة، أنا صف الثالث، أنا من سوريا، وأنا جيت من سوريا لأنه كان في كتير حرب وكانوا يخصفوا، وحبيت هون كتير المدرسة والمعلمات كتير مناح معنا، وبس بالمدارس التانيين كانوا يضربوا بس هون ما بيضربوا، بيعلموا وما بيضربوا. أول ما تعرفت على الجمعية تقدمها مع لبنان كنت أستلم حصة غذائية. من بعد حصة غذائية استفدت كمان كتير على دروس الكتاب المقدس. من دروس المقدس تعرفت على سيدنا المسيح. من خلال تعرفي على سيادة المسيح يعني من كلمة الرب تواجهني كتير معجزات يعني. أنا وقت كنت بسوريا ما كنت أعرف الرب يسوع، بس لما أجيت لهم بي كان يداوم عند الأستاذ ميلاد وصلنا نتعرف على الرب يسوع يوم عن يوم أكثر. لما دخل الرب يسوع حياتي تغير البيت كله، إنه حسيته بيت جديد مش مثل القديم، إنه حسيت إني تغيرت، بي تغير. بي أول كان يعصب كتير، أمي تصرخ، هلا بطلوها. أنا كنت صرخ كتير أول بس هلا ما عم صرخ، صرت صلي يوم بعد يوم يوم بعد يوم، الحمد لله راح عني كل هاد، ما عاد صرخ ولا أمي ولا بي. أتمنى أكون يعني بنتي وفاء بالدراسة، يعني يكون من أوائل، بحيث أنه يتغير يعني سلام محبة، إله المحبة يعني يمد إيده لسلام يعني بسوريا مثلا نرجع لبلدنا، أو إذا ما رجعنا لبلدنا مثلا مشان بنتي يعني كافي دراستها مثلا بلبنان بغير لبنان. يعني هي أمنياتي، بنشكر فرضا مع قلبنا مع لبنان.